حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على نعي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق الذي وافته المنية أمس. ولفت رئيس المجلس إلى أن الراحل شريف إسماعيل كان رجل دولة من الطراز الأول. باسم المجلس نعزي الحكومة في سعادة المرحوم شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، لأن يعني الحقيقة رجل دولة من الطراز الأول رحمه الله، ويعني جزاه الله عن عمله الوطني كل خير، ونحسبه عند الله إن شاء الله من الصديقين إن شاء الله.